ده فيما يتعلق بكرة السلة. فيما يتعلق بالنادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم بالتحديد، وإحنا عارفين إن المعسكر خلص خلاص، وخلال بالظبط ساعة إلا ربع إن شاء الله يكون الفريق وصل لمطار القاهرة الدولي. ودي لقطات من بداية الرحلة، رحلة العودة من دبي للقاهرة. هم دلوقتي في الطيارة، وصلوا بإذن الله الساعة 7 مساء النهاردة. الصبح كان في مران في الجيم اكتفى به لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، مران في بعض التدريبات الخاصة باللاعبين في الجيم، وبعدها مباشرة توجه الفريق للمطار هناك، وإن شاء الله يوصلوا لنا بألف سلامة. الجهاز الطبي كمان بيوضح موقف المصابين خلال فترة الراحة، وموقف المصابين هياخدوا الراحه الاربع ايام. احنا عارفين ان في راحه اربع ايام للاعبين بعد ما يوصلوا النهارده، عندك لغايه يوم 11 راحه، وبعد كده الفريق يستأنف تدريباته مرحله اخرى مهمه جدا من الاستعداد للتحديات المقبله افريقيا ومحليا، بدايه من يوم 11 من هذا الشهر، يعني من يوم الاثنين اللي جاي. فبالتالي المصابين هياخدوا راحه، وان شاء الله باذن الله يعودوا من خلال التدريبات، سواء بقى علاجية أو تأهيلية على حسب حالة كل واحد، أو ممكن يشارك في التدريبات الجماعية. احنا عندنا عدد من المصابين مش كتير في الحقيقة، لكن في نفس الوقت اللعيبة كلها مهمة جدا يعني. طيب، من ضمن الأخبار أيضا، الجهاز الفني بيوافق على بقاء بعض اللاعبين في الإمارات. احنا عارفين عشان في أجازة أربع أيام، ففي بعض اللاعبين وممكن أسرهم تجيلهم أو معاهم أسرهم أو حاجة، ياخدوا اجازه او يمدوا الفتره شويه، طبعا عندهم اربع ايام فيستغلوها في دبي يعني لاستجمام. فالجهاز الفني وافق على كده، مفيش اي مشكله خالص، على ان ينتظموا في تدريبات النادي الاهلي بدايه من يوم 11 باذن الله.